أنا اشتغلت بالموضوع هذا فترة على البترودولار، وكان هناك 3 دول بالعالم وأعتقد شوفي شنو مصيرهم حاليا، كانوا يطلبون أن يبيعون يبيعون النفط في عملة غير الدولار اللي هي كانت فنزويلا وإيران والعراق. طبعا لا صعب أن يباع النفط في رأيي الشخصي على المدى الطويل أو على المدى القصير بعملة ثانية غير عملة الدولار، وإذا كانت دول ثانية ومنها إيران، يعني أيضا هذا رأيي الشخصي، إذا كانت تحاول أنها تبيع بعملة ثانية لأن ما عندها خيار، الخيار الأفضل خسرتها، ما تقدر تبيع بالدولار فلأنها خسرانة، ماكو شيء، فتحاول أن تبيعه لأنها ما تقدر تبيع الدولار، فتحاول تبيعه بأي عملة ثانية. بس أنه يأثر علينا؟ لا، ما راح يأثر علينا أيضا حتى لو تبيعه بعملة ثانية، هذا أيضا اتفاقية ما بينها وما بين دولة، ولا يأثر علينا أو على البترودولار. في اتفاقية صارت من السبعينات أن جميع النفط يباع، وكانت إيران أيضا من هذا، ان النفط لازم لا يباع الا بالدولار.